خلينا نروح ألمانيا. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان ليه نشاط مكثف على هامش زيارته لألمانيا لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني. مدبولي قام بزيارة لمصنع بوش للأجهزة المنزلية في شتوتغارت، وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مصنع شركة بوش في مدينة العاشر من رمضان في مصر. رئيس الشركة الألمانية قال إن المصنع هيكون الأول من نوعه في إفريقيا، وهتقوم الشركة من خلاله بتصدير أكثر من نصف إنتاجها للشرق الأوسط وإفريقيا. أيضا رئيس الوزراء شهد توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف شركة مرسيدس لأعمالها في مصر وفتح خط إنتاج جديد جي إل خلال زيارته لمقر الشركة في شتوتغارت. وأعرب مسؤول مرسيدس عن سعادتهم باستئناف عمل الشركة في مصر وتوسيع خطوط إنتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، لأن مصر حققت على مدار الأعوام الماضية نجاح اقتصادي ملموس من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.